فراشكم تنامون ثم تقولون وأنتم لا تفعلون وكم تشاهدون Yeah.
ذلك فاولا توافقنا جميعا بتوحيد يا الله ثبتنا في دينك اهل ثنائي جوادنا يا الله حي حريم حسبنا من حر النار يا الله خبير خالق الاشياء Yeah.
رشيد فكم قد ارشد عبده للهدى صبور العاشاء الذي ليس يرضاه باسماء العزى التي قد ودون الجهر من القول بالودو والآذان ولا تكون من الواقعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سيد البشر غافل ذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل توب لمن قال لا إله إلا الله شديد العقاب لمن قال لا إله إلا الله
أحمد بن إدريس رضي الله تعالى ساكن سبي جد الأحمدية شفيع الأحباب يوم القيامة بكفارة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى والأحباب شفيعة العظيم في يوم فقال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى بشرني جدي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا ولدي سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى 99 يوما فقال سيدي أحمد بن إدريس غفر الله له 104,000 ذنب من القواعد Ha ha ha.
حفظت بما يروى الله وما تهنى ثم بحضان ما لبركه Oh.
La la la.
أهف البرايا وجارنا فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا لأن تذكر Allah.
كثيرا وذاكرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عليما وصلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمر جنة آمنا في شدة نزيب وآمنا من عذاب القبر ورجعان في الميزان وجواس السراد ولا وحدة ولا باشة على أهل لا إله إلا الله في قبور فإذا كان يوم القيامة يخرجون من قبورهم وينفضون تراب على رؤوسهم وهم يقولون الله لا إله إلا الله الله المتكبر على غيبته